رأيي طبعا عمري ما هغيره ومن ساعة ما بدأ الفار قلت انه اذا طبقنا الفار يجب ان يتدخل في اي خطأ يشوفه، ويجب ان يكون قراره ملزم للحكم عشان الفار ما يتدخلش الا اذا كان فيه فعلا خطأ، وساعتها يصحح للحكم، وساعتها ما نرجعش تاني للحكم عشان يشوف ويبقى الراجل جاي وهو بيدافع عن وجهة نظره، بيدافع عن قراره، متأثر بانه انا ولا انت. لا مفيش انا ولا انت، حضرتك جوه قدام الشاشة الكبيرة دي عندك كل الأجهزة دي، ده استوديو تحليلي، عندك ال 3D دايمنشن، وعندك البيرو، عندك الليبرو، عندك الفيرتشو، كل الأجهزة دي موجودة في الفار. طالما عندك الأجهزة دي كلها وانت راجل خبير وقاعد ومستريح ومعلكش ضغوط وشفت حاجة غلط ارجع احسب دي، خلاص الحكم يعمل كده ويقول لهم الفار قال كده، خلاص مفيش بقى اروح انا اشوف وانا اقرر ونقعد نتناقش. الكلام مش هيتغير في موضوع الفار. اتمنى انه الاحداث اللي بتحصل دي تؤكد ان وجهه النظر دي صحيحه، الفار يبقى موجود لو استخدمناه اي خطا يحصل. لو الفار شاف مدرب بيشتم يبلغ الحكم والحكم يطرده. لو الفار شاف لعيب مش حاطط شنكار يبلغ الحكم والحكم يقول له حط شنكار. شوف قد ايه حاجات بسيطه هو ده. وبعدين هو مش هياخد وقت، لانه بمجرد ما هيبلغه الحكم هينفذ، معناها انه مش هناخد وقت.